المياه نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. صباح الخير، كيفكن يا حلوين؟ كيف صحتكن؟ شو أخباركن؟ إن شاء الله يا رب تكونوا بألف خير كلياتكن. واليوم حبيت شارك معكم فيديو من الصبح. اليوم جيت عند أهلي تقريبا هذا الساعة 11، وعم تمشى أنا ولادي عمهنا. هلا هو الصراحة جوزي كان معي بس هلا رجع شغله وقال لي كفي الطريق لحالك. ساعات جو حلو بس غط ما بعرف شو، برد ما بعرف شلون الجو. السلام عليكم. السلام عليكم لأنجل لايك الشيب شيب شيب، خليكم معي المقطع مشاهدة ممتعة ممتعة. اليوم الماما رح تعملنا محاشي، رح نقعره كلياته انا وياها. رح نعمل محشي بحمص وهون محشي بلبن، هدول كلهم صغار مو بلبن قصدي، شيخ المحشي هذا رح نعمله. هلا نشوف شو رح يصير معنا، ايش رح نفكر وشو رح نساوي. هاي هون ماما عم تعملنا المحشي، الله يعطيها الف عافيه. هاي هون عشان نساوي شيخ المحشي. اختي هون مشتية عليه، انا مشتية على المحشي، اختي مشتية على شيخ المحشي. امي ساوت الاثنين عشان ما حدا يزعل. شايفين الام مش قد بتكون قلبها حنان وطيب وما بتسخب اولادها كلياتهم والله، وما بتميز حدا عن حدا والكل بتحبه نفس الشيء. هلا هون عم تعملنا كمان شربة العدس، وهون اختي عم تعملنا بابا غنوج، بس هلا رح ورجيكم شلون بالتفصيل شلون رح تعمله عشان تتعلموا منه. هلا اختي رح تعملنا بابا غنوج. هي بندورة، فليفلة، بصلة، ثوم، طلعته مش قد، بقدونس. هلا عم نحطه فوق الخضرة. هلا رح نحط نص معلقة ملح وليمونة كاملة معصورة. هاي دبس رمان كمان، وهيك بالأخير زيت حلو. هلا رح نحركها هيك كلياتها، وجيبوا هيك خبز تازة تنوري وكلوا هالعالم. ثلاث ارباع محل ليمون معلقة. هاي المحاشي جاهزة. أكثر شيء بحب المحشي هو بالطنجرة، أكيد رفقاتي كلهم بيعرفوني هيك. تحضيرات أجواء رمضان. احلى شيء نايا ضحكتني اختي، قالت لي شو رايك انا بستلم لك التصوير وانتي انه بتظبطي السفره، قلت لها ايه قبلاني. فانا وانا عم ظبط وهي عم تنقل واخده مع الكاميرا، فمشان هيك ما في صوت فقلت رح سجل صوتي على المقطع. عملت لنا ماما شيخ المحشي ورز وبطاطا وشوربه وبابا غنوج وكبانيه. والله كانت الاكلات كتير طيبه من تحت ايديها، ويسلم ايديها يا رب، والله لا يحرمنا منها يا بنات. وانتو كمان الله لا يحرمكم من امهاتكم، واللي امها ميته الله يرحمها، واللي امها عايشه الله يخلي لها اياها، والامها بعيده ان شاء الله يا رب عن قريب تلتقى فيها. قولوا امين. هلا مثل ما لكم شايفين صحن عم غط ايدي فيه المحشي عاد ما وسخ النار، فاتلخت جبيت شغله. مثل ما بتعرفوا كلكم انا وقت ورجيتكم غرفه ولادي اوضه ولادي وقلت لكم رح اعمل لهم مفاجاه. الصراحه هي المفاجاه كنت بدي اجيب لهم تختين موديل سيارات وكتير كانوا عاجبيني، بس رحت شفتهم الحقيقه فهنن كتير كبار وواحد اصغر من واحد، وكل واحد صايرين شكل، يعني الصغير شي والكبير شي، وهذا هو اللي وقفني انه ما جبتهم. فمشان هيك ان شاء الله يا رب الله يرزقني والاقي لهم اثنين نفس بعضهم. هلا هو الصغير كان احسن لاني كله كان صب بلاستيك وكتير كان حلو، بس انا قلت لها صاحبتي، قالت لي اذا بدك انه خذي الصغير بس انا قلت لها صاحبتي انه لتخوتي انه انا بدي اثنين مشان احطهم بالغرفه اثنين، احلى من انه كل واحد شكل. مزبوط يا بنات، هذا هو كان شكل السفره بالاخير عند اهلي. والله الله يديم النعم عليها والله الله لا يحرمني من ماما وبابا ويخلي لي اياهم يا رب. هذا علوشة صايم وصاير عم بيقعد اول واحد على السفرة من جوا، مع انه هو ما بيسأل على الاكل ابدا، ها بس عمني عم بيصوم صاير عم بيقعد على السفرة. حبيت ضملكم فيديو. تاني يوم رحت عند صرفتي عزمتني لعندها كمان، خلي لي قلبة انا كمان كانت عاملة، جابوا فراريج وكبنية وعاملة كبنية بالخضرة. يا الله شقد طلعت طيبة عن جد بنات، كتير طلعت طيبة الكبنية بالخضرة.
هاي هون كمان عم تقلي بطاطا، انه ايش كبنيه بالخضره، انه عامله كبنيه عاديه وهذا مشبك كمان، وفرمت مع شو اسمه اللهم صل على النبي، خس وبندوره وبقدونس وخيارات، تبلتهم مع البرغل. بتحبوا انتم تسوون هيك يعني انه تقطيعات في ايديكم، تحبوا تاكلون في المعلقه، كتير حبيتها كتير كان طعمتها طيبة، وخصوصي مع الخس هيك تشيلي خساي وتحطيها بالكبة مقطيها بتطلع، وهي معروكة كمان على شكل موديل قالب جاتا، وهي سوس وتمر، وهي أحلى تجهيزات عن جد، ما أحلى الأجواء مع الكترة، كتير حلوة الأجواء مع الكترة وبالطعمي أكتر. إن شاء الله صحة وألف هنا على قلبهم كلياتهم، والله يخلينا لبعض كلياتنا. طلع الفرجوج كتير كان كمان طيب، مدري الواحد وقت بكون صايم وبكون جوعان فبلاقي عم لاقي كل شي طيب، يعني سبحان الله عم نقدر نطبخ بدون ما ندوق شو عم بيطلع معنا، كل شي كله طيب. هاي هون بالاخير بعد ما لمينا الاكل وخلصنا، هاي معروك، كل واحد مثلا جايب معه شي، ناس جايبة مع معروك، ناس مشبك، مو بقولوا رمضان كريم، والله رمضان كريم وكتير خيراته كمان، يعني ما بتعرفي شو بدك تاكلي وشو بدك يعني. قلت لها قلت لها صرفت لك مشتي اكل هذا، قال لها صرفتي اذا الاكل إنا بطننا مي إنا. انت جد ضحكنا هنيك وانبسطنا كثير مع بعض، وحبيت شارككم كمان بالاجواء معي، وخلي لي قلبكم يا صبايا. وهي تمر هندي وناس عم بتصب سوس، الصراحة أنا من جماعة التمر هندي، بقى أنتوا من إنا جماعة السوس أنا كتير بكرهه وما بحبه أبدا، بحب التمر هندي، شاربيني كاستين ثلاثة ما بقول لك لا، والسوس ما بطيق إنه دوقه. وهيك بالاخير بعد ما رجعت على البيت يا بنات، عملت سحور بسيط لاني ما عاد فيني انه اكل، بس لازم انه نتسحر مثل ما بقولوا السحور هو سنه، ويعني الواحد لازم يتسحر احسن. سويت السحور هيك خضره، وعندي شويه معروك وشو كمانه، وحطيت جبنه وبرات شاي، وعملت سحور كتير خفيف ونظيف، يعني حتى ما طلعت جل لاني عن جد كنت كتير تعبانه. مدري ليش يا بنات نحن عم ناكل من هون بعد الافطار، عن جد الواحد عم يفلت حاله، عم نتعب اكتر، يعني رغم انه طول النهار صايمين وما عم ناكل شيء بتلاقوا بنبرم برم، والله انا طول النهار توبي بلحق اصلي وارى شوي بالقران ولملي محوس وارقد ورا اولادي وما بحس بالتعب، بس وقت باكل بتلاقوا يعني خلاص انه تعبت انا بدي اقعد حاج لهون وبس. والله مين مثلي هيك بصير معه لك لا، واحكي لكم انا الاشي صرفتي جابت عشا جاهز انه قلت ليش عن الرغة وهيك، الله وكيلكم يا بنات طلع جلي، والله كأني طابخين طبخة يعني ما بعرف برمضان منين بنتكت هالجلي، ما بعرف اجباري يمكن لاني الواحد بحط كذا نوع في السفرة فمشان هيك بطلع جلي كتير. واهلا وسهلا بكل الصبايا اللي انضمت لعائلتي جديد، وخلي لي قلبكم على دعمكم الحلو، لا تنسوني من لايك والاشتراك، وتفعلوا لي زر الجرس مشان ترفعوا، علقوا لي كتير، علقوا عشان يرتفع الفيديو اكتر واكتر، وخلي لي قلب الصبايا اللي بتعلق لي كتير مشان ترفع لي الفيديو. يلا خليكم مع السحور، تفرجوا ايش ابدعت بالاخير. مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، مرحب مرحب يا هلال، اهلا اهلا كيف الحال، قد غبت واليك استغنى وانتهى بعدك صار وصال، نعطي صبرا ناخذ اجرا، والله يرانا ويسمعنا، نغفر زلا نوصل اهلا، لان رمضان يجمعنا، لان رمضان يجمعنا، لان رمضان يجمعنا. طلع اولادي دي تسحروا، ها شايفين دي تسحروا، هن جوعانين. هي هي.